أخبار اليوم. حضرتك طيبة. بنت الحيوانات كل سنة في شم النسيم؟ اه طبعا. في شم النسيم كل سنة إن شاء الله بنيجي نتفسح أنا والأسرة كلها كده والأطفال. مع بعض أنا وأولادي وزوجتي وأخويا ومراته وكده يعني. كل سنة طيبين المسيحيين وكل عيد طيب عليهم والنهارده أمان. وفي حاجة برضه عايز أعلق عليها، السكينة كنا داخلين بسكينة عشان نقطع خدوها مننا، دي أحسن حاجة برضه قبلها بلاد. بحب السيسي. ده منين؟ من الفيوم. والله اتبسطنا، والله كل سنة والناس طيبة. اه والله تضايقكم؟ في أمن واستقرار والدنيا بقت زي الفل وكله تمام والله الحمد لله. اتضايقنا وعملنا اللي احنا عايزينه وتمرجحنا والعيال اتمرجحوا برضه الحمد لله. بنقول شكر لوزارة الداخلية ورجالة الداخلية، بصراحة الناس قايمة بمهمات صعبة جوه في قلب الحديقة بالتكدس طبعا بتاع الأفراد الناس، يعني زحمة رهيبة طبعا، وهم بصراحة ناس قايمة بمجهود جامد. وشكر طبعا لرجال الأمن والشرطة، وبصراحة ونشكر سيادة الرئيس السيسي على المجهود اللي هو عامله في البلد وتأمين البلد والأفراد والشعب. نقول ربنا يحمي مصر ويحمي اللي في مصر كلهم ويكفينا شر الإرهاب كله ويحميه في طريقه ويحمي السيسي. احنا ماسكين شغل الجيش يا عم، احنا الشماسي والشرطة جيش واحد بإيد واحد. الحمد لله اللي عنده 86 سنة والحمد لله فسحة جميلة وربنا يسترها معاك. كل سنة وانتم طيبين لأهل مصر كلهم. تحيا مصر تحيا مصر. سما جوه.